رحيم علي راجل حط كفن على ايده وقدم برنامج جريء على مدار سنوات الدوران اللي احنا عشنا فيها، ويتمتع بشعبية جيدة. اتمنى منه ان هو يكون عون للدايرة بتاعتنا، اتمنى منه ان هو يقوم بنشاط، لان هو كمان في الدايرة بتاعت المؤسسة بتاعته يعمل نشاط ثقافي ويعمل نشاط فني لأهالي الدايرة، يعمل دوري كورة للشباب اللي موجودة، يعمل حملة وأنا ساعده فيها ومسؤول عن كلامي ده. تعالى ننظف السطيح، تعالى نعمل مسرح في كل مدرسة، بدل ما هي محطوطة العشش الفراخ والدكك الخربانة والمخزن، تعالى نجمل المنطقة بتاعتنا. نفوذه إعلاميا، لأن الإعلام النهاردة أصبح له نفوذ، هيساعد المواطن اللي عايش جوه الدايره بتاعته بشكل او باخر، لو في مجاري، لو في تعدي في طراز معماري، لو في بنى غلط، لو صوته هيكون واصل. بس اتمنى ان هو زي ما كان مع اهالي دايرته في فتره الانتخابات يكون مكمل معانا. اميز ما في الموضوع انه معروف، كان معروف ونقدر نوصل له. ألف مبروك.